معكم حميد حموشي رئيس جمعيه تنميه النحاسيات والفضيات بمجمع الصناعه التقليديه للعيكونة، صانع تقليدي في فئات النحاسيات تخصص اواني نحاسيه. الحمد لله حنا كنرحبوا بكم معنا في هذا اللقاء وبهذا المعرض هذا، وكنا املنا كبير في هذا التسويق ديالكم الرقمي لهذه المنتوجات ولهذا المنتوج ديال هذا المعرض بصفه عامه، باش يعطي واحد الاضافه لهذه المدينه الفاس ويعطي واحد الدفعه من بعد هذه الجائحه اللي كانت مرت بها المملكه ومرت بها العالم. يعني حنا كنتميزوا بالصناعه ديال الاواني النحاسيه 100% نحاسيه وهي طبيعيه 200%، كتميز بواحد الجوده عاليه وهي راها انسلط بخدمه موروثه جدا عن اب، توصلت لنا يعني حنا بالاراثه وصلت لنا بالصنعه، وهذه الصنعه هذه كنشكروا كل القيمين عليها اللي وفروا لنا بحال هذا المعرض هذا الوطني للصناعه التقليديه، وهو واحد المعرض كيعطي واحد الدفعه وواحد الميزه لجميع الصناع التقليديين، وهو واحد الاضافه باش واحد الاضافه اللي كيعطينا واحد الشهره بهذا المنتوج هذا في الفئه ديال النحاسيات. حنا الحمد لله هذه ماشي اول مشاركه عندنا بهذا المعرض هذا، كانوا عندنا مشاركات سابقه من جملتهم معرض ديال الصفرو ديال حب الملوك، مجموعه من المعارض اخرى. والحمد لله حنا كنشكركم انتم على هذا الاستقبال اللي استقبلتونا به وعلى هذه الحفاوه ديالكم، وشكرا. هذه في لالي سؤال ما تتعرفها، شكرا على سيدي في الستينات 1970 70 مع اسيا 70 وقتها تم عسكر الطيب وكانت الحرصة على إخبار كانت تقول لك خدام لك عباس خدام وكل وقت كيفاش كان كيفاش كان كيشاف فيه الأمور ديالي تعلمنا الحرفة واستمرينا فيها أكثر هذه تقريبا 50 تقريبا 50 سنة كاين شي اقبال؟ اقبال عليها؟ الاواني النحاسية كاين شي اقبال؟ وهاد المعارض كتفيتي شويه؟ لا اول مره. اول مره تدير في معرض؟ اول مره درتو في المانيا. هاك 2005. ومن تما تتبع عقلنا وسيدي احنا نشوفوا الدنيا، ولكن تلاقينا شحال ديال الناس اللي تلاقينا بهم ولاد الحركه وكيعرفونا وشحال هذه مشيناهم ومع من اليهود العين القضي العدد ديال الناس العدد والله الا حتى اللي كبروا كبروا وشافوا بقينا كنتصعروا حتى اللي يقول لي ما عرفتوني شي انا فلان الفلاني انا كذا انا كذا. هذه بالنميزة ديال المعرض تتلاقاو مع نفس الحرفيين؟ تتلاقاو مع العدة الحرفي اللي كيساهموا في النحاس كله في المعدن وفي الصفار لا من الخضراء ولا من الزواقة ولا من حد ديال الناس اللي تعرفنا عليهم مزيان. المواطن الفاسي يشجع هذا المعرض هذا ويدعمه، لان الصانع التقليدي من بعد هذه الجائحه محتاج الدعم ومحتاج المسانده. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.